تحبها الكويت الكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها الكويت 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 دولة ما تلحني لا فيها رجال تحبها الكويت الكويت واحنا معاها كلنا الغلا جينا نغني في حبها هنا 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 أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبديت على شغل الحوت لحد الآن. احنا كنا مركبين أجزاء منه نزلناهم وصنفرة وتصليح، فهذا من ضمن التصليح أخذ مرة على الفقرات اللي انكسروا حطينا لهم فوق وجبس، هذه قربة تخلص، هذا ما يكون جبس. طولت العملية شوي لأن في وايد ديتيل وايد وايد شغل مطلوب. عقب هاي بسوي لهم كلير كوت ونشفهم، وهم حاليا الحين هذين اللي مصلحين وهذين ايضا ان شاء الله بكره راح يصير لهم الاكريليك كوتينج بحيث انه يحفظ العظام خلاص يكون مسكرين وتمام. شكرا. يعطيك العافيه، خليك تقول لنا مثل ما انتم شايفين خلصنا شغل الصنف فاول مالته، الحين الاعوام كلها سموث ناعمه، صلحنا كل الكسات اللي فيها وباكر ان شاء الله كلير كوت ان شاء الله قبل يكون خالصين من الحاس. يعطيكم العافيه، معكم حامد حسين موظف جديد خبرات السمكيه. بكل بساطه احنا اللي سويناه ان احنا عدلنا الفقرات المكسورين وحطينا عليهم الكلير كوت، وان شاء الله في الايام الجايه راح نركبهم بحيث انه يعطونا شكل كامل ان شاء الله. ينهر فعلها ما يقدر الشر عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الحين في مرحله تركيب اجزاء الكود هنا. اليوم احنا ركبنا الفقرات اللي حصلت في المونتاج، ان شاء الله نكمل بكره. نحتفل بك كلنا يا غلانا وحبنا جالك العمر تهنا. من عمركم غير طيبة وأهل الخير وهذه رباطت يا الكويت الكويت بنتي ديرة عيني كبيرة يا العز يا المجد يا الصين من عمركم غير طيبة وأهل الخير وهذه رباتك يا الكويت بنتي يا ديرة عيني كبيرة يا العز يا المجد يا الصين هنا هنا أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وامنا جعلك العمر جهنا السلام عليكم.
الله وبركاته. لا الحين احنا الحين وصلنا مرحله اللي خلصنا التركيب المبدئي في المحاضره، ان شاء الله التركيب النهائي راح يكون في وقت استان اللي تفكر حق العرض. من الدين حوت بينا راح تكون مرتفعه مع الضلوع والفقرات والفن والجمجمه، فان شاء الله تشوفونها قريبا في مكانها للعرض. احب شخصيا حسين الصايغ مشرف مختبرات الثروه السمكيه ان اعطي شكر وتقدير للاشخاص اللي اشتغلنا معاهم في حجيه هذا الجبار لله الحمد. اولا طبعا نشكر دوله الكويت، نشكر ربنا دوله الكويت ورئيس الهيئه وبالفريق العمل اللي اشتغل هنا في المختبرات. ابي اشكر دكتور كوما وايضا عبد الله السيد عمر وموظفنا الجديد حياك الله حامد حسين. Big win.